السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نتحدث عن مفاتيح الفرج. كلنا يعيش الأزمات المتلاحقة، فقد تضيق الدنيا في عيون البعض، لكن الأزمات والابتلاءات لم تأتي إلا لاختبار العباد، وتأتي أيضا ليطهر الله تعالى عباده. وعندما تشتد المضايق ويزيد الهم، فلا تلبث إلا أن يأتي وراءها الفرج. فربنا عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هناك عدة خطوات لخروج الإنسان من حالته الحزينة المهمومة. أولا، علينا أن نلجأ إلى الله تعالى ساعة الكرب، ولا نلجأ للعباد، نلجأ للسميع، للبصير، للقادر على خلاصنا من أحزاننا، للعليم بحوائجنا، هو الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، نتضرع له وحده لا شريك له. الأمر الثاني أيها الأحباب، حسن الظن بالله تعالى، والثقة بأن الذي يذهب ما نحن فيه هو سبحانه وتعالى. فربنا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أو أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن بخيرا وجد خيرا، وإن ظن غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. علينا أن نثق بالله ولا نيأس من رحمته. علينا أن يكون عندنا الأمل فيما عند الله، والصبر والصمود أمام التحديات، وانتظار البشرى التي وعدها الله تعالى بعباده الصابرين، عندما قال في كتابه الكريم: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذلك علينا أيها الأحباب الكرام أن نكثر من الدعاء المتواصل لله رب العالمين، وهو الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. علينا أيضا أيها الأحباب بعد الدعاء أن نردد أدعية زوال الكرب، وهي كثيرة، منها كما علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول دعاء سيدنا يونس ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه دعاء يونس وهو في بطن الحوت في الظلمات، فما لبث أن خلصه الله تعالى من هذه المحنة القاسية، وغير ذلك الكثير من تلك الأدعية مع انتقاء وقت الإجابة كالثلث الأخير من الليل ووقت السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كذلك علينا ملازمة الاستغفار لقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كذلك أيها الأحباب، من مفاتيح الفرج أن نكثر من ذكر الله تعالى، نذكره كثيرا، وهو القائل جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله تعالى يغير القلوب من حال إلى أحسن حال. الذكر يملأ القلوب بالطمأنينة والنفوس بالسكينة والراحة، ويبدل الوضع من التوتر والقلق والخوف إلى السعادة والطمأنينة والسكينة.
كذلك أيها الأحباب، من مفاتيح الفرج مناصرة ومعاونة المحتاجين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعند الشدة والضيق يجد العبد ربه سبحانه وتعالى عونا له في شدته. ربنا لم يترك هذا المحتاج ولم يتركه هكذا لنفسه، فالله غني والمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوته. كذلك أيها الأحباب الكرام، مما في مفاتيح الفرج التوكل على الله، وليس التواكل، وهذا معنى قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالذي يتوكل على الله هو يكفيه ويغنيه عن سؤال الناس. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كذلك من مفاتيح الفرج بر الوالدين والإحسان إليهما وطلب الدعاء منهما، ففي البر مناجاة من مصائب الدنيا، بل هو سبب تفريج الكروب وذهاب الحزن والأحزان. أيضا من مفاتيح الفرج رد المظالم ورعاية الأمانات وأداء الحقوق، ولا شك أن رد الأمانات والحقوق ورعايتهما دفع للحجاب بينك وبين استجابة الدعاء وكشف البلاء، وفيه تنقية للنفس مما يعلق بها من رغبات الدنيا والتكالب على متاعها، خصوصا عندما لا تكون من حقك. كذلك من مفاتيح الفرج تجنب الظلم ودعوة المظلوم. فكم من مظلوم ظلمناه، وكم من ظلم اقترفناه ونحن غافلون عن عقوبته، وكم من ضعيف أهملنا أمره في ذلك. فمن أراد تفريج كربه فليرعى حاله ليجتنب الظلم، لا يظلم أخاه المسلم في الميراث أو في أي شيء يكتسبه دون رضاه، ولا يظلم صاحب صاحبه ولا شريك شريكه. فمن الدعوة المجابة دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وقد حذر ديننا العظيم من الظلم أشد التحذير، وبين آثاره السيئة وعواقبه الوخيمة ونتائجه المدمرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أيها الأحباب الكرام، لكل من أحاطه الملل في حياته وسكن القلق عيشه في صباحه ومسائه، ولكل من بارت عليه الحيل وضاقت به السبل، وكل من فنيت أماله وأوصلت الأبواب في زمانه، كل من ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه بما حملت، وإلى كل من تربى في فكر الوساوس وزاد عنده منسوب عيش الدسائس، ولكل من ضاق طعم الهم وتجرع كأس الغم، ولكل من اضطربت مشاعره واحتارت أعصابه، ولكل من تأخر عليه الفرج ويئس من بيده مفاتيح الفرج، ولكل من خاف من المستقبل وانزعج من كابوس الماضي، أقول لهم هاتفا هامسا: يا الله يا الله يا الله، قلت وقولك الحق، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يا الله قلت وقولك الحق، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل الله يا الله يا الله، يا من قلت وقولك الحق، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى. فيا أيها المهموم ويا أيتها المهمومة، اصبروا وما صبركم إلا بالله.
استقبلوا المكاره برحابة صدر. فهل أوجد العلماء وهل أوجد الحكماء والأطباء حلا للأزمات والمصائب غير الصبر؟ فربنا يقول اصبر وما صبرك إلا بالله، فإن مع العسر يسرا وإن مع الكرب فرج. من الذي يفزع إليه عند الكرب؟ من الذي يستغيث به المنكوبون؟ من الذي تصمد إليه الكائنات؟ إنه الله لا إله إلا هو. حق علينا جميعا أن ندعوه في الشدة والرخاء، حق علينا أن ننطرح على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين. أمن يجيب الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله قريب، الله سميع، الله مجيب، الله يجيب المضطر إذا دعاه. يا أيها المهمومين، يا أيها المغمومين، مدوا أياديكم، ارفعوا أكفكم، اطلقوا ألسنتكم، أكثروا من طلب الله، بالغوا في سؤاله، ألحوا عليه، الزموا بابه، انتظروا فرجه، وقولوا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. لنستسلم لقدر الله، لا نتسخط عليه ولا نتدمر، لنعترف بالقضاء والقدر وليهدأ بالنا، ولا نقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن أقول قدر الله وما شاء فعل، وقريبا قريبا سينبهج نور الصبح. أليس الصبح بقريب؟ بلى، وخير الله كثير ورزقه وفير. فأسأل الله تعالى أن يصلح شأننا وشأنكم، وبالنا وبالكم، وأمرنا وأمركم. أسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه ورعايته، وأسأل الله تعالى أن يحقق الرجاء ويبلغنا المقصود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله رب العالمين، خالق اللوح والقلم، خالق الخلق من عدم، مدبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم. يا من جمل الليل بالنجوم في الظلم، لك الحمد والشكر لله يا رب العالمين. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأنت يا ربنا أنت أهل أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد والشكر على كل حال، حمدا لشكرك وأداء لحقك. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إن شكرك نعمة تستحق الشكر، فعلمنا كيف نشكرك يا ربي يا كريم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد يا جزيل العطاء يا كريم القضاء يا سابغ النعماء، لك الحمد يا من له الأرض والسماء، لك الحمد يا رب العالمين يا من لا يزول ملكه ولا يتضعضع ركنه. اللهم يا رب العالمين يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا وخالقنا وغاية رغبتنا، نسألك شكر نعمك وحسن عبادتك. اللهم زدنا من الخيرات ولا تنقصنا، اللهم زدنا من البركات ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.